كده وضحت الصورة الآن؟ واضح. احنا بس فقط توضيح لها. طيب خلاص نمشي من هذا. حتى استراتيجيات مصر السلوك على ابعاد الهيكل التنظيمي على ما تقدم سيادة برأي الباحثين على بين اعتماد نمط السلوك الاستراتيجي الملائمة مع مستوى إدراك الإدارة الحالية. طيب اتضح من الشكل السابق أن السلوك الاستراتيجي الذي تعتمد إدارة المنظمة له تأثير على أبعاد الهيكل التنظيمي وخصائصه وبالتالي يكون محدد نوعية. فإذا كان هذا السلوك يتصف بالبحث الدائم عن الفرص والدخول في مجالات جديدة النمو والتطور والبحث في حالة تنافس أسواق المنظمة الهادفة إلى تقديم كل ما هو جديد ومتميز منتجات. طيب أما إذا اعتمدت الإدارة السلوك الدفاعي، السلوك الأول إيش كان؟ البحث الدائم. البحث الدائم هذا اسم المنقبون. المنقبون ايوه. من الثاني الدفاعي. شوف الثاني قد اعتمدت الاداره السلوك الدفاعي بانها تنتهي بناقل ايش؟ عقلانيه مركزا على الثبات تمام والبحث عن كفاءات من خلال هيكله التنظيميه تصير بالثبات. انا اعتقد لو قراتها كذا بتمعن وانت يعني راح تفهم بس في تقراها كذا بتركيز تمام. والسؤال هنا كيف ياتي السؤال لعمل الاختيار؟ كيف؟ من عمل السؤال الان؟ سؤال من واحد من الخيارات يلا عشان بس تكون في الصوره يعني يكون الهيكل عضو خيارا ملائما للموضوع في حاله السلوك الذي يتصف بالبحث الدائم ايوه او السلوك الدفاعي او السلوك المحلل او السلوك المستجيب. وانت بتعرف بعدين ايش؟ الثاني الاجابه التي ترتبط بها ايش؟ احيانا تكون الاجابه موجوده معاك. الاجابه تكون موجوده بس انت تختار. خليها موجوده هي اصلا بس تكون تختارها. فاذا ما بدات انت يعني شوف راح حتى مساله القراءه بتركيز ما مش تسقط على نفسك كذا واقف تقول والله انا قرات تمام. لا القراءه لابد تكون ايش؟ والبعض كمان يعني يصل فيها الحال الى انه يتوقع. ومتى ما توقعت توقعاتك دائما اقل ما يمكن ان يحدث 70% تكون صحيحه توقعاتي. بس متى ما قرات بايش؟ تتوقع انه هذا ممكن يجي او هذه الفقره ممكن تجي. متى ما توقعت كانت توقعاتك ايضا كثيره الدائره راح توسع. واعتقد انه انت يعني تكون نصيبك في الاجابه تكون اقل شيء 80% ان شاء الله تكون 100%. على كل حال قال بينما اجتمع نمط السلوك المحلل مزيج من خصائص الهيكل العضوي والهيكل الالي. اما نمط السلوك المستجيب فان نوع الهيكل يكون غير واضح لا تاخذ بابعاد الخصائص صيغه محدده بسبب عدم وضوح السلوك الاستراتيجي. المنظمه المتعلمه الان اخذتكم فكره عنها ولا عندكم؟ طيب الشائع اليوم في ان المنظمات ينبغي ان تتعلم مثلها مثل ايش؟ مثل كيف تتعلم المنظمه؟ ناخذها شوف بس ركز. ولما مفهوم المنظمه المتعلمه يعد اكثر احد اكثر المواضيع الاداريه حداثه. هذه المنظمه ايش؟ المنظمه ايش؟ المتعلمه. خليكم معي يا شباب ايش في؟ اتفضل تمام شباب. واهتمام في الاونه الاخيره فهي منظمه القرن الحادي والعشرين الذي يلتزم بالتغيرات الهائله والمتسارعه. انا قصدي لو ركزتوا من الاول احنا يعني الموضوع هذا بالذات لو في له تركيز وكانك ذاكرته الان وقراته بس شيلوا تركيز تمام. فهي منظمة القرن الحادي والعشرين الذي يتسم بالتغيرات ليش؟ الهائلة والمتسارعة، حيث يرى أن المنظمة القابلة ليش؟ للتعلم أو أنها منظمات التعلم. فقد ساد في نهاية التسعينات الاعتقاد بأن قدرة أي منظمة على التعلم بصورة أفضل من منافسيها يعد شرطا أساسيا لزيادة قدرتها التنافسية والاستجابة بصورة فعالة مبتكرة للتغيرات البيئية. طبعا هذا ما يفسر اهتمام المديرين والباحثين والممارسين بفهم التعلم التنظيمي والمنظمات المتعلمه
كما تميز البيئة في العصر الحاضر بالتغيرات السريعة، وهذا ما هو حاصل اليوم، ومن ذلك كثرة المنافسين وصعوبة الحصول على المواد الخام وتناقص الحصة في السوق والتغيرات في أذواق المستهلكين وصدور تشريعات جديدة تؤثر على من؟ إلى غير ذلك. وهذا ما يميز عصرنا الحالي، حيث أن التغيرات حيث أن التغيير هو الثابت الوحيد. ويعتقد بعض القادة أن تعلم المنظمة ينحصر في رؤية واضحة وإعطاء الموظفين الحوافز مش كمان المناسبة إلى آخره. نعم، المشكلة هنا في بعض قال بخلاف مراجعة الأدبيات وجد أن هناك ارتباطا كبيرا بين مفهوم منظمة متعلمة وإيش كمان؟ والتعلم التنظيمي. لازم تفرقوا الآن بين المنظمة المتعلمة والتعلم الإيش؟ التنظيمي. فهناك من يرى أن الارتباط بين مفهوم التعلم التنظيمي ومفهوم بناء المنظمات القابلة للتعلم ينبغي أن ننظر إليه على أساس أنه ارتباط السبب بإيش؟ بالنتيجة. ها، حيث أنه لا يمكن أن يكون هناك عملية تعلم تنظيمي تمام صحيحة دون أن يترتب عليه بناء منظمات قابلة أصلا ليش؟ للتعلم. كمان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الباحثين نحو المنظمة المتعلمة، فمنهم من لا يفرق بين التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمة على اعتبار أن هناك تقارب كبير بين المفاهيم والأسس لهذين الموضوعين. كمان هناك اختلاف في ترجمة المصطلح الأجنبي بالنسبة للباحثين العرب، فأحيانا نقل أو نقل هذه المصطلحات من اللغة الإنجليزية العربية بالفعل يحدث نوع من الالتباس في فهم هذه المصطلحات، والسبب الترجمة الحرفية. تمام، طيب دقيقة بس، لكن مصطلح المنظمة المتعلمة يعبر بوضوح عن ما؟ عن المصطلح الأجنبي، ويعد أكثر أكثر إيش؟ وإيش كمان؟ أكثر شمولية. تمام، هيسمع الآن. فالتعلم التنظيمي ماشي تفرق بين التعلم التنظيمي والمنظمة إيش؟ يعرف بأنه تلك العملية التي تسعى المنظمات من خلالها إلى تحسين قدراتها الكلية وتطوير ذاتها وتفعيل علاقاتها مع بيئتها والتكيف مع ظروفها ومتغيراتها الداخلية والخارجية وتعبئة العاملين فيها ليكونوا وكلاء لمتابعة واكتساب المعرفة وتوظيفها لأغراض التطوير والتغيير. أما مفهوم المنظمة المتعلمة فيتعلق بالمنظمة التي تتفوق في عملية التعلم المتطورة والمنتظمة والجماعية، في حين يرتبط مفهوم التعلم التنظيمي بأساليب وطرق الطرق المستقبلة في التعلم الجماعي. المنظمات المتعلمة تعبر عن وجود كينونة المنظمة التي تسعى للتعلم، وبالتالي فإن التعرف عليها تطلب حصر بيئة التعلم فيها والتركيز على ما يتم تعلمه في المنظمة كوحدة واحدة. أما التعلم التنظيمي فيعبر عن عملية التعلم ومجموعة التصرفات المرتبطة بها، أي ما تقوم كملوا أو تقوم به وقلت أنت في الكتاب يلا تعال نناقش هذا الموضوع. يعني التعليم التنظيمي هو مجرد بروسيس للوصول بروسيس للوصول للمنظمة المتعلمة. هذا تعلم ليش؟ التنظيم. التنظيم. يعني هو العملية اللي تنظر المنظمة. علشان تصبح منظمة متعلمة. اللي بالخلف يا جماعة شاركونا بس. مش قاسي نحاربه، تكلموا. هيا. يعني دكتور معي شقين السؤال. يعني الأول طيب هلا خلينا أنا أعتبر المنظمة المتعلمة تحتية. اسمع بس خلينا نفهم أولا ما ورد هناك من مفاهيم. تفضل. أنا قصدي خلونا نفهم، ركزوا على المفاهيم، ركزوا على المفاهيم بدرجة أساسية كذا، وبعدين نبدأ نفرق بين المنظمة المتعلمة والتنظيم أو التعلم التنظيمي. تمام، وأيمن ما أشبر وأيمن ما أساس للآخر. شوفوا اقرأوا اقرأوا عليه اقرأوا الكتاب بس.
ليش؟ قال في التعلم التنظيمي، خلينا في التعلم التنظيمي الان، بعدين ننتقل للنظم المتعلمه، بعدين ناخذ المس ما بين الاثنين، اي منهما اساس للاخر؟ تماما. واحد يقرا بس بصوت، انا هنا اكيد مشان اذكر انا هذا الاساس، الماجستير الطالب يقيم يقيم قيمه ما شاء الله الدكتور تشتي نستفيد منها. تمام انا موجود هنا قلت لك انا ضلك من حقك ال خليني حالي والله ثلاث وناس قيمه وش عايزكم قبل ليش؟ شوف 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 شغل عقلك اولا، ثانيا انت طالب ماجستير الان واخذ دكتور يا دكتور هذا رجالي اذا ما اخذتش البارحه استخدم عقلك الان تحليل وفيما يتعلق بفهم مثل هذه المفاهيم قد تجيب انت هذا عليك الان في الامتحان الاخر بيتي كمان سؤال ثاني كيف تجاوب على هذه الاسئله وكيف اذا كانت قراءتك شوف العيب الوحيد مش عيب انا بعتقد انه النتيجه اللي شغال لكم ما تحققش لا ما مش ضل خالص يعني واذا قال واحد فيكم بيقرا حاجه بسيطه كذا واحنا مشينا معاكم على هذا الموضوع الاصل انه انت هنا تجي تعرض وتناقش والدكتور هو مرجعيه بالنسبه لك في حاله ما في ثغرات معينه او فجات يرشدك فيها ويصحح لك بعض المعلومات وغيره لكن ما يجي يشرح لك تلقين هذا وحده يعني حتى في البكالوريوس يعني لكن انت افترض تقرا اقرا اقرا بس ما احد يعني ما حد الأمانة نكون صادقين يعني ما حد شكل هذا بلمس كذا الناس اللي يقرأوا وفي ناس أعرف اللي فيكم والباقي كلكم ممتازين بس المشكلة إنه ما تقرأوش لو قرأتهم أقسم بالله هتبدعوا لو قرأت بس لو سكرت نفسك في اليوم كذا ساعات بحد القراءة المقرر بس مش غيره هتبدع طيب خلينا بس خلينا نرفع هذه النقطة والأمور. فالتعليم التنظيمي بعدين نوضحها الآن بقى شوف لاحظ واضح ما يعرف بأنه التعلم التنظيمي يعرف بالوظيفة العملية التي تسعى المنظمات ويرجع لمن الآن؟ المنظمات نفسها لأنه شوف المنظمة المتعلمة ولا التعلم التنظيمي تدخل في إطار كينونة من هذه المنظمة نفسها. فتسعى المنظمات من خلالها إلى تحسين قدراتها الكلية هذا في التعلم الايش؟ وتطوير ذاتها وتفعيل علاقتها مع بيئتها والتكيف مع ظروفها، من هي هذه؟ المنظمه والتكيف من خلال ماذا طبعا؟ من خلال التعلم التنظيمي، من خلال التعلم التنظيمي، مع بيئتها والتكيف مع ظروفها ومتغيراتها ليش؟ داخليه، احنا بيئتان، بيئه داخليه وبيئه خارجيه، هذه بكل منظمه كانت، يعني. تمام؟ البيئة الداخلية ما يتعلق بالهيكل التنظيمي وما يتعلق بالإجراءات والأنظمة والقوانين والمالكين والعاملين والداخل المنظمة نفسها تمام فبيتكيف مع بيئتها وتكيف مع ظروفها ومتغيراتها الداخلية والخارجية وتعبئة العاملين فيها هنا ايش بيكون فيه؟ تعبئة العاملين فيها ليكونون وكلاء تعبئة ان انا اهيئهم ادفعهم تمام احفزهم او اجعلهم زي شو قال الوكلاء لمتابعه واكتساب المعرفه اخلق فيهم الحماس من اجل ايش؟ يتعلموا من اجل ان يكتسبوا المعرفه وتوظيفها لافراد التطوير وايش؟ التمييز ليش؟ لانه التعلم التنظيمي من خلاله تسعى المنظمه الى تطوير ايش؟ تطوير نفسها من وين؟ من الداخل في التهيئه في دفع افرادها في دفع افرادها يعني الكل لابد ان يسعى الى ايش؟ الى اكتساب المعرفه ايوه من خلال ما يتعلمه من خلال العمل يمارسه من خلال التفكير الابداعي تبعه من خلال علشان ندفع بتطوير هذه المنظمه تمام هناك في بعض المنظمات الان في عمان اللي قالوا خاصه تكون هي خاصه بمساله التعلم التنظيمي في اطاره تكون هي مسؤوله عن
القطط او الدروس المستفاده والحاجات تكونيه يا معارف. نعم. وفي ناخذ لها فرع على سبيل المثال حتى من خلال عدد الاجتماعات الدوليه ما في الفرق هذا. نعم. وايضا تعمل اللي هي مسارات في داخل كل مره تعمل مكتبه تعلم او زي كذا حتى في مسارات اسمها سجلات. سجلات خاصة بالنسبة للدروس المستفادة والحاجات هذه تشارك مثلا أنا قبل كم يوم كذي نعم أنا عندي سجلات هو الأصل في كيفية لاحق التطبيق أيوه عكس هذا كله عكس ما يتعلمه من المعارف وغيره سؤال كبير والعكس أدور الإيجابي على تطوير منظمة شوف وتطويرها ذاتها وتفعيل علاقاتها مع ذاتها إلى آخره خلينا بس ناخذ مفهوم المنظمة المتعلمة يعني بعدين انتقلت هذا يتعلق هذه المنظمة المتعلمة بيتعلق بالمنظمة التي شوف لاحظ المنظمة التي تتفوق في عملية التعلم والمتطورة والمنتظمة والجماعية في حين يرتبط مفهوم التعلم التنظيمي بالأساليب والطرق المستخدمة في التعلم الإيش؟ طبعا هذا لاحظ في التعلم التنظيمي على مستوى البيئة ليش؟ الداخلية فيما يتعلق بدفع العاملين طبعا بالأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات ليش؟ الخارجية أيضا يعني داخلية وإيش كمان؟ خارجية يعني دراسة بيئتها ومتغيراتها الداخلية وكمان إيش؟ الخارجية تمام؟ وإن المنظمات المتعلمة تعبر عن وجود كينونة المنظمة كينونة في كيانها التي تسعى للتعلم وبالتالي فإن التعرف عليها يتطلب حصر بيئة التعلم فيها والتركيز على ما يتم تعلمه في المنظمة كوحدة واحدة. أما التعلم التنظيمي فنعبر عن عملية التعلم ومجموعة التصرفات المرتبطة بها إلى آخره. ها. أولا نبدأ بالمنظمة المتعلمة. شوف لو رأينا في الصفحة السابقة هي تبحث عن السبب والنتيجة. حلو. هذا يعني أن التعلم يكون للإدارة نفسها تمام. أو التحليل تحليل كل شيء داخل المنظمة عن طريق السبب والنتيجة بينما التنظيم المتعلم هو دفع الإدارة نفسه لجميع موظفيها للتعلم والتميز وهو التأهيل وتدريب نفس القصة على أساس يرجع للتميز والتطور التعلم التنظيمي يتصل بها الداخلية والخارجية على هذا التعلم التنظيمي تمام؟ ليش الهدف منه ايش؟ الهدف ايش؟ علشان يعني لازم نعرف الهدف النتيجة هي علشان ايش؟ التطور والتميز للمنظمة المنظمة ها حتى تكون منظمة متعلمة متعلمة ها منظمة متعلمة في البيئة الداخلية في يعني توصل بيئة داخلية عندهم بيئة داخلية وشو بيئة خارجية لا المنظمة المتعلمة غير يعني يعني إحنا بنقول الأساس هي المنظمة المتعلمة.